اعزائي مشاهدي يلا كوره في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ذا ماسك. منورنا النهارده عبد الله بكري. لما تقول عبد الله بكري يعني بتتكلم عن الموهبه، بتتكلم عن مدافع الصلب، بتتكلم عن المدافع اللي كمان كورته حلوه. هنعرف منه حكايات كتير جدا. الموسم اللي فات كان صعب جدا على فاركو، هنعرف الاسباب والطموحات ايه السنه الجايه. نورنا كابتن عبد الله. حبيبي ابودي منور، عامل ايه الاخبار؟ كله حلو الحمد لله. انت السنه اللي فاتت كنت من اللعيبه اللي شالت الفرقه في مواقف كتير جدا ومواقف صعبه كتير جدا، وانت من اللعيبه الكبار كمان في الفرقه. ايه المواقف اللي صعبه اللي مرت عليكم في طول الموسم اللي فات؟ بص، هي الكوره عشان احداثها متغيره بشكل سريع، فاحنا كان اول فتره كانت مع مستر نونو كنا ماشيين بشكل كويس، بس يعني خسرنا ماتشين ورا بعض، ماتش اسوان وماتش الاتحاد. فمستر نونو مشي، جه كابتن ايهاب جلال، كنا بنقدم بشكل كويس وكنا بنقدم كوره كويسه وكل حاجه، بس ما كانش معانا التوفيق بصراحه، يعني التوفيق ما كانش معانا خالص الفتره دي. جه بعد كده كابتن طارق عاشر، النتائج بدات تتحسن بشكل كبير، بدانا نكسب، بدانا نجمع نقط. كان اصعب فتره لينا الفتره اللي هي ما بين ان احنا خلاص داخلين في الثلاث فرق اللي تحت، فانت لازم تكسب اي ماتش عشان تطلع، بس ان تحس ان انت تشم نفسك اللي انت بتلعب على نص الجدول. حتى لما كابتن طارق جه الحمد لله عملنا بالشكل ده معاه، اول ثلاث ماتشات كسبنا، اول ثلاث ماتشات معاه مع الزمالك والمصري والبنك الاهلي كسبنا ثلاث ماتشات ورا بعض، خدنا تسع نقط، نقلونا نقله ثانيه خالص، بقينا تامن تاسع. فضلنا نمشي لحد الكلام ده كله لحد اخر مثلا ثلاث ماتشات كنا هنلعب على المركز الخامس، وكنا طموحنا نلعب على المركز الخامس. خسرنا ماتشين ورا بعض، الاحداث بدات اخر ثلاث ماتشات بقى، انت عارف في نهايه الموسم واللعيبه احيانا بتطمن، كيرف وقع شويه، مش الكيرف، الطموح برضو الانديه الكبيره، النادي الاهلي والنادي الزمالك دلوقتي بيراميدز وفيتشو بيلعبوا افريقيا وبيلعبوا على البطولات، ان انت على طول طول السنه بيبقى الدافع بتاعك واحد، متارجت حاجه من اول السنه. احنا كنا متارجتين لما الظروف جت معانا على حته الهبوط دي، بقينا التارجت بتاعنا احنا نقعد. فلما وصلنا للمرحله احنا خلاص قعدنا واطمنا، الدنيا هديت طبيعي، يعني فاهم، الدنيا هديت، انت خلاص انت حاسس انت استريحت، فبتبقى بقى ايه تلعب على السابع الثامن، جه ما جاش خلاص. بس ان شاء الله احنا من السنه الجديده لا نحط دافع علينا كبير، ان احنا نبقى في الاربع فرق الاولانيه او الخمس فرق على الاقل. لو لعبنا افريقيا اوكي، لو ما فيش ممكن نلعب مثلا لو في بطوله عربيه المركز الخامس او حاجه، بقى حطينا ده هدف اشتغلنا عليه من اول السنه. يعني انا بقول لك كده ليه، ان انت تالقت الموسم اللي فات وكنت ملفت للانظار، فاكيد جات لك عروض. سمعنا عروض كتير، سمعنا اهلي، سمعنا زمالك، وده دايما في اي فتره انتقالات اسمك بيرتبط بالاهلي والزمالك. عايزين نعرف العروض اللي جات لك وحقيقه المفاوضات مع القطبين. بص، هو الكلام كان في اخر السنه، كان بعد ماتش الجيش بالظبط اللي انا اتعورت فيه ده وجبت فيه الجون. اللي انا عرفته النادي حتى هم كلموني، كان النادي الاهلي كان مستر كولر كان حاطط ثلاث اسامي المدافع، فهو كان انا كنت واحد منهم. وحتى بعد كده في الماتش اللي احنا لعبناهم فيه واتفرج عليه في الملعب، وبعدها عرفت ان هو اكد لا انا عبد الله بكري هو ده اسلوب، يعني اللعيب اللي انا محتاج اسلوب لعبه والكلام ده كله. وفعلا كانوا يعني الموضوع كان ماشي مع النادي، بس ما اعرفش هو النادي الاهلي بقى صرف النظر ان هو يجيب مدافع، ما اعرفش يعني، ده الكلام اللي كان موجود اخر فتره دي. يعني هل فاركو بالغ شويه في الطلبات؟ لا 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 لا، بالعكس بالعكس، لا هم النادي كان نادي عندنا ما بيقفش قدام مصلحه اي اي لعيب يعني. وحتى لما اتكلمت معهم انا لو جالي عرض او حاجه قالوا لا ما فيش اي مشكله، بس هو الموضوع يبقى رسمي والكلام ده كله. بس انا بقول لك هو حتى النادي الاهلي ما جابش مدافع تاني، هو النادي الاهلي ممكن يكون اصلا قال لك انا مش مثلا مش محتاج مدافع او حاجه، فالموضوع وقف. ده بالنادي الزمالك الحوار القيد او الكلام ده كله انا ما اعرفش الظروف، كان في تخبط الفتره اللي فاتت في النادي، وكان في فاهم ما تعرفش. سمعنا ان احنا ان انت وقعت لحد امبارح. لا لا لا, لا 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 ما وقعتش، ما وقعت. انا بص انا يعني ولا مره وقعت للاهلي والزمالك غير مره واحده وقعت فيها النادي الاهلي 2018. هنجلها دي، هنجلها دي ليها قصه كبيره، دي هنجلها. لكن انا ما مش من النوع اللي انا مثلا اروح امضي انا ممكن انت تاخد رايي، فانا هقول لك اوكي ما عنديش مشكله انا معاك، ونادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار وشرف لاي لعيب يلعب فيهم، دي معروفه يعني مش محتاجه كلام. لكن في طرق لازم خطوات الواحد بيمشيها عشان طرق مشروعه من خلال النادي، ان انت على قوه نادي ونادي كبير زي فاركو. الحظ ايه، مش ناوي في مره كده يفتح كل سنه اهلي وزمالك، كل سنه اهلي وزمالك كده؟ بص والله انا لسه كنت بتكلم مع واحد صاحبي، فكان بيقول لي ايه، انا بقالي خمس سنين اهلي وزمالك اهلي وزمالك. قلت له بص انا شكلي كده من اللعيبه اللي ما لهمش نصيب في الاهلي والزمالك. انا لما مشيت من بيراميدز انا كنت متارجت ان انا امشي عشان اخد خطوه ان انا العب مساحه لعب اكبر، عشان ان انا ان شاء الله ابقى في النادي الاهلي او نادي الزمالك واروح منتخب مصر. دي خطوه انا كنت ماشي عشانها، عشان حاجه مترجتها. فحته ان هي النادي الاهلي ونادي الزمالك يكلموني
في الفتره دي، فانا الحمد لله انا من جوه نفسي انا اللي انا كنت ماشي عشانه انا حققته. اللي هي تمشي او ما تمشيش دي مش بتاعتي بقى، ان انت في الاول وفي الاخر انا بعمل عليا الباقي ده بتاع ربنا بقى. انا لو ليا نصيب في مكان، والله لو في مثلا 10 مدافعين وانا ليا نصيب في المكان ده هروحه. انا ما فيش حد بيعمل حاجه بايده، هو كل حاجه بتاعت ربنا. انا مقتنع بكده، ان انا مش بقولها لك مثلا جمله كده عبير، انا عديت بحاجات كتير في حياتي بقيت انا خلاص عارف ان انا لو ليا نصيب، لو انا في اخر بلاد المسلمين هيبقى ليا نصيب في المكان ده. زي موضوع كتير. السعوديه ده اللي كنت موضوع السعوديه، موضوع بيراميدز، سموحه، كل الانديه اللي انا لعبت فيها كلها ليها تجارب. انا ساعات سموحه دي انا كنت حمدي في نادي، في نادي الرجاء، وانا على الطريق باشمهندس كلمني رحت مغير طريقي، فاهم، في يوم وليله. بيراميدز انا كنت مسافر بكره السعوديه الباطن، النادي راح مفعل بند الشيره راح يعني فاهم، كل حاجه تلبس تيشيرت ما لحقتش اسافر اصلا. سعد فاركو ما كنتش رايح فاركو، انا كنت رايح نادي الزمالك، جيت وانا خلاص رايح امضي والدنيا تمام، لا طب خلي بالك عشان انت ممكن الكود يقفل وانت فري، فلو مضيت والكود قفل هتقعد تستنى يعني فاهم. فروحت راح مغير على فاركو. فهي كل حاجه ليها ليك رزق في مكان هتاخده، سواء هتاخده مثلا بكره بعده وبعد بكره انت ليك رزق هتاخده. ده اللي انا مقتنع بيه. انت بقى موضوع الاهلي ده بقى ايه؟ اهلي من 2018 عايز عبد الله بكري، 19 عايز عبد الله بكري، 20 عايز عبد الله بكري، لحد دلوقتي عايز عبد الله. طب اقول لك على مفاجاه، قول. انا من 2017 كمان وانا بلعب درجه ثانيه، انا بلعب درجه ثانيه كنت بلعب في نابورو، كان ساعتها النادي الاهلي عايز مدافع، وساعتها كابتن علاء محمود كان متهيألي مسؤول عن حاجه في اللجنه الفنيه او حاجه زي كده، لجنه تعاقدات، وسالوا عليا وكان خلاص عايزين يخلصوني. بس بعد كده مش فاكر مين كان المدير الفني، قال لك لا انا مش عايز اجيب لعيب من الدرجه الثانيه. السنه اللي بعدها رحت سموحه في شهر واحد كان الاهلي عايزني ساعتها، كان كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري والموضوع وقف على 2 مليون جنيه لسموحه، يعني سموحه كان طالب 20، باشمهندس فرج كان طالب 20 لنادي سموحه، والاهلي كان عارض 18. دي المرة اللي انت وقعت فيها؟ دي المرة اللي انا وقعت فيها. ازاي بقى، ايه اللي حصل وايه الكواليس توقيعك؟ هو ساعتها انا بص، انا ساعتها كابتن انور شلوفه كلمني قال لي يا بكري النادي الاهلي عايزك. قلت له طب يلا، فين اجي ايه فين؟ كده في اسكندريه؟ كنت انا في اسكندريه. فالنادي الاهلي عايزك. قلت له ماشي اجي لك دلوقتي، انت فين؟ قال لي انا فكرت. قلت له طب اجي لك. قال لي لا اهدى يعني استنى هكلم بس استاذ عصام سراج ونظبط معاه ميعاد. قلت له خلاص ماشي مفيش مشكله. جه راح مكلمني تاني يوم، انا بقى قاعد فاهم مع اليوم ده ما نمتش قاعد بقى. انت السنه اللي فاتت كنت في نابارو، السنه اللي سموحه، ست شهور الاهلي، ست شهور ايه؟ انا اول 10 ماتشات ما كنتش بلعب، جيت لعبت 3 ماتشات جالي النادي الاهلي. النادي الاهلي ساعتها كان عنده مشكله في حته الديفنس دي، فكان عايز مدافع. فقلت له طب خلاص ماشي. رحت قعدت مع استاذ عصام سراج في جراج الاوبرا، اطمدي قلت له امضي. قال لي طب مش عايز تعرف تاخد كام؟ قلت له مش عايز اعرف اخد كام. هات العقد. هات العقد. رحت مطلع القود مثلا في ربع ساعه. قال لي الساعه كام بقى جراش الاوبرا دي؟ كان بالليل، كان الساعه 2 بالليل. والله لا لا دخلوكوا ازاي؟ لا لا او كان بالليل يعني، كان في 12 يعني، كان في الرينج ده، كان ما كانش فيه، كانش فيه حد اصلا. وبعدين استاذ حسام سراج قال لي لا انت، كنت انا مثلا عايز اقعد على الشنطه، قال لي لا اخش اقعد في العربيه ونور النور واقفل وبتاع ومش عارف. كانت فاهم مافيا. ومضيت وخلاص وكل حاجه تمام، وبعدها الموضوع وقف على 2 مليون جنيه النادي سموحه. ما دخلتش النادي يا من بره كده؟ لا ما دخلتش. والله ده انا قعدت مثلا اتكلم مع يا باشمهندس وديني ال 2 مليون دول، يعني مثلا لو ليا فلوس او اي حاجه انا متنازل عنها، او مثلا بعد كده هدفع شيكات وبديهم للنادي. بس هو الموضوع وقف ساعتها ان انا ما كانش ليا نصيب، يعني انا بقول لك ده اللي بكلمك فيه، لو ليا نصيب كان الموضوع هيمشي ويبقى فيه الدنيا بتتسهل وكل حاجه. هو ماليش نصيب ساعتها. دي المره اللي انت مضيت فيها؟ دي المره اللي مضيت فيها. دي كانت اول مره بقى. بص لما رحت بيراميدز طبيعي ان الدنيا وقفت، انك انت عارف الحساسيه بين النادي الاهلي وبيراميدز في التعاقدات والكلام ده كله، هو ما فيش الا قفشه بس هو اللي راح او بعد اول سنه. فلما انا مشيت من بيراميدز الحوار اتفتح السنه دي، فاهم؟ يعني اللي هو اخر سنه دي اللي هو مع صراحه انت قدمت موسم كويس جدا. الحمد لله، الحمد لله والله. يعني الزمالك بقى مضيت هناك من ساعه 2018 برضو من كانوا بيفاوضوا؟ لا خالص، لا قعدت مع النادي الزمالك. بص انا عندي قناعه بحاجه، انا النهارده بشتغل ده شغلي، فانا عايز انجح. فما فيش حاجه اسمها انا مثلا يقول لك انا هلعب في النادي الاهلي بس، لا افرض النادي الاهلي مش عايزني مش هنجح. نادي الزمالك هينجحني فهروح نادي الزمالك. وفي الاول وفي الاخر اللعيب ده سلعه، لو انت النهارده مطلوب هتشوف المكان اللي هيقدرك صح وهتروح تلعب فيه وهتروحه. لو انا النهارده رحت نادي وعارف ان انا مش هلعب
طب هروح ليه؟ انت النهارده بيبقى عليك الطلب لما بتلعب، انت محتاج تبقى في مكان شريك عايز تلعب فيه عشان تروح منتخب مصر. انا هجيب عبد الله بكر عشان هيفيدني، مش هجيب عبد الله بكر عشان اسمه عبد الله بكر، لا انا هجيب عبد الله بكر عشان هيفيدني. انا النهارده مع انا النهارده عادي خلص في بيراميدز والنادي كان عايز يجدد لي، بس انا لقيت ان انا اخر سنه عدد دقايق اللعب بتاعتي قلت، لا انا يعني ما بعرفش ان انا مثلا اروح النادي واجي من النادي وخلاص مش موظف، ما بعرفش فاهم، لا اخترت ان انا اخد الخطوه ان انا اغير المكان اللي انا فيه واروح مكان شبيه ليه، يبقى انا ما غيرتش الاجواء كلها، وفي نفس الوقت العب، في نفس الوقت اخد دقايق لعب اكتر، وفي نفس الوقت برجليه في الملعب. وكان لما رحت فرق عندي 27 سنه، فانت لا انت لسه لا انت لسه السنه اللي هتضيع منك مش عارف تعوضها، بس فده دي السنه اللي انا النادي الاهلي بتاع انا عايز بقى اروح بيك لبيراميدز. قول لنا في الاول بقى موضوع بيراميدز برضو بتاعك ده كان فيه لفه كبيره قوي، ايه اللي حصل فيه؟ مش لفه، بص انا لقيت كريم ابو سليمان بيكلمني فبيقول لي يا بكري انا جايب لك عرض من الباطن في السعوديه. قلت له جميل، طب ايه بتاع اتفقنا، عرفت الارقام والنادي، طب سموحه المهم قعدوا يتفاوضوا مع سموحه شويه في الارقام، ف باشمهندس كلمني قال لي يا بكري انت عايز تسافر؟ قلت له يا باشمهندس اسافر. قال لي وانت كل ما يجي لك حاجه عايز تسيب النادي ليه؟ قلت له يا باشمهندس عادي يعني عايز اروح حته احسن، وقال لي طيب تمام ماشي انا ايه اظبط الدنيا اظبط الدنيا. المهم بعدها ما كملتش 24 ساعه لقيت كريم بيقول لي خلاص هم اتفقوا على الفلوس والارقام والكلام ده كله، تعالى بكره هنا عشان ايه تمضي على الباسبور ويلا بينا. اعرض نيه البيع، اعرض نيه البيع، قعدت اسبوع مضيت الورق وكل حاجه العقد الثلاثي والكلام ده كله، المفروض خلاص رحت بطلع التاشيره وهبدا مع النادي، ورئيس النادي بتاع الباطن كلمني، كان ساعتها كاس العالم بيبدا بتاع روسيا بتاع 2018. فبعدها مثلا اسبوعين ثلاثه كده كاس العالم بدا والدنيا تمام، وانا هنا بتمرن لوحدي ولسه لحد ما اسافر التاشيره طلعت وكل حاجه، المفروض اسافر بعد بكره. قاعد لقيت كريم بيكلمني انت فين؟ خير؟ قلت له انا في الجيم. قال لي طب تيجي لي دلوقتي فندق الفور سيزون في الزمالك. قلت له لي اجي لك ليه؟ قال لي استاذ ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن عايز يقعد معاك. قلت له ايه ده؟ هو عايز يشتريني بالسرعه دي؟ لسه ما شافنيش لسه يعني ما لعبتش حتى معاه. ما لبستش التيشيرت. قلت له لسه حتى يعني اعاره بنيه البيع. انت ايه في حاجه ولا هو عايز اصلا يرجع يعمل ايه في؟ قال لي لما نروح مع نفهم. قلت له ماشي. طبعا انا لسه اكتشفت الحوار ده من قريب ان كريم طلع يتكلم ان هو كان عارف اصلا ان هو فاهم؟ كان طالع كوبري اللي هو اصلا كان عشان لسه اعرف بقى ما قالكش لحد ما هو طلع قال له ما قاليش هو قال لي بقى خالص. ان هو اصلا ما كنتش عارف ان بيراميدز والاهرام كان ساعتها من الناس بتقول عليه الاهرام، ما اعرفش بقى لهم هيجيبوا لعيبه وبتاع. فانا قال لي تعالى اقعد مع رئيس النادي، رحت مع رئيس النادي قعدت. فقال لي بص كده بالظبط ابو بدر لحد دلوقتي اللي هو استاذ ناصر حبيبي يعني على تواصل يعني. قال لي تدري يا عبد الله والله قال لي تدري يا عبد الله ابو ناصر نزلني من روسيا مخصوص وقاعد اقامه كامله اسبوع انا وقلت عشان خاطرك، فانا مش هرجع لما ايه هتمضي. انت كنت مترجم مين ابو ناصر؟ معلم وزير تركيا تركيا شيخ. فقلت له طيب وبعدين يعني اروح فين؟ قال لي هتروح نادي الاهرام. قلت له اهرام ايه؟ فين ايه نادي الاهرام ده؟ قال لي ده ابو ناصر عامل نادي جديد وهيجيب لعيبه كتير وهيجيب لعيبه جامده. قلت له لا انا عايز العب في السعوديه. قال لي اسمع اللي انا بقول لك عليه، انت مش هتلعب الا في مصر وبعدين جنب الحاجه وجنب بيتك دخل لك. قلت له يا استاذ ناصر انا عايز العب في السعوديه. انا قفلت دماغي. قال لي طب بص فكر ورد عليا بالليل. قلت له خلاص ماشي. رحت قايم ماشي وبتاع ورحت راجع الجيم تاني فاهم، ما فكرتش اصلا. لقيت تليفون جاي لي السعودي قالوا مكتب الوزير. ايوه عبد الله احنا عايزينك ومش عارف ايه. رحت مكلم كريم قلت له كريم في كذا 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 كلموني. قال لي طب يا عبد الله هم الرقم اللي انت هتاخده في السعوديه هتاخده هنا والناس شرياك والكلام ده كله. فانا مترجم ان ساعتها النادي الاهلي كان عايزني. قلت له بص يا كريم انا هاجي لك بس لحد ما اجي لك انا هاخد اعمل كام تليفون هقرر على بناء على ايه. انت عايز تفهم الدنيا بقى رايحه فين وجايه منين؟ لا انا هقرر الخطوه دي. رحت مكلم مين؟ كابتن انور شلوف. قلت له يا كابتن انور دلوقتي في نادي بيراميدز اللي هو بتعمل مكلمني وانا مش انا عايز اروح للاهلي ايه اللي اعمل ايه؟ قال لي طب استنى دخل راح متصل بالكابتن علاء ابو صادق مدخله معانا في الخط دير التعاقدات ساعتها كان ساعتها كابتن علاء ابو صادق. ايه يا بكري؟ قلت له يا كابتن علاء في كذا 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 كذا.
قلت له يا كابتن بس انا اعاره نيه البيع، يعني انا حتى لو الصفقه دي ما تمتش انا لسه هرجع سموحه السعوديه سنه وبعدها هرجع ابقى ملك سموحه مش هبقى. انا قلت طب اقفل اكلم الكابتن وارجع لك. المهم اتكلم كابتن خطيب اللي اتقال لي يعني ان هو الكابتن بيقول لهم يا جماعه هو الراجل دلوقتي خلاص اعاره في السعوديه، فاحنا دلوقتي ايه اللي احنا هنعمله؟ هنستنى السنه لما تخلص ونجيبه من من سموح. يعني لو قال لك لا مش هروح يروح يلعب السنه بتاعته ويرجع ونبدا نتفاوض تاني مع سموحه لسه. فالموضوع صعب. فقال لهم خلاص هو الراجل كفايه ان هو شاري النادي واتصل في حاجه زي كده وعايز يجي النادي، ربنا يكرمه ويشوف يعني لو الدنيا خير ليه وحاجه كويسه ليه خليه يروح، واحنا كفايه ان هو يعني الراجل بيسعى ان هو يجي الاهلي. قبل ما تكمل بقى هنا انت زعلت ولا قلت خلاص انا عملت اللي عليا؟ انا عملت اللي عليا وفي نفس الوقت حسيت اللي هو فعلا هم هيعملوا ايه. كان عارف لو انا مثلا لسه ما روحتش وكان الحوار دايركت لسه البيراميدز كنت اقول لك ماشي، لما حسبتها لا طب ما هو يعني بيتكلم في المنطق يعني هو صح، انا هو هيعمل ايه؟ هيروح يقول لي سموحه كنسل العقد مع الباطن؟ لا طب مش 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 منطقي يعني. بس ورحت رايح بعد كده بيراميدز خلاص مضيت 3 سنين ورحت. انت كنت اغلى مدافع في مصر ساعتها ولحد دلوقتي. كام الصفقة؟ اغلى صفقة مدافع لحد دلوقتي كانت كام؟ 2.5 مليون دولار. اوه احسب بقى على احسب بقى على بسعر النهارده؟ احسب بقى سعر النهارده. بس بقى سوق سودا مش مش بنك مش بنك اهو عشان يعد جامد. بس عايز اقول لك حاجه بقى، يعني الخطوه دي انت دخلت ومش عارف هم هيجيبوا مين ولا مين هيبقى معاك ولا كنت واثق ان هم هيبنوا فرقه قويه؟ لا بص ساعتها كان في 3 لعيبه اللي خلاص، حمدي محمد حمدي ومحمد فاروق ومتهيألي كان قفشه، متهيألي كان قفشه كانوا مخلصين، جاي قفشه يا حد تاني من انبي كانت بوادر بقى الثلاث لعيبه دول بس. بعدها بقى لما انا رحت بعدها مثلا بيومين جابوا محمد فتحي، بعدها مش فاكر عمر جابر، لا عمر وعلي وتوفيق والشناوي جم بعد كاس العالم، كنا احنا بدانا المعسكر هم جم بعد كاس العالم على طول، كان محمد فتحي وكان حمدي وكان قفشه وكان بكار من سموحه وبعد كده مهدي. لا كينو والمحترفين دول جم على المعسكر فاهم، بعد في الاول هم لموا اللعيبه المصريين اللي كانوا مميزين ساعتها في الدوري وبعد كده جابوا الاجانب وبعد كده جابوا اللعيبه اللي هم اللي جم من الاهلي والزمالك. كان في صفقه بتاعت الزمالك اللي هو جه الشناوي وتوفيق وعلي وعمر وكان معاهم طارق حامد كمان. هو طارق كان انا فاكر كنا احنا في مره في معسكر في اسكندريه وكان طارق قاعد مع معالي المستشار في الفندق، بس هو ما اعرفش ايه الكواليس اللي حصل، بس هو لا بعدها كمل في الزمالك. هو كان من ضمن الصفقه اعتقد، وكان في زيزو وعبد الله جمعه كمان. لا 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 زيزو كان لسه ما راحش الزمالك. زيزو كان راح 2019 كان ساعتها عبد الله ومحمود عبد العزيز زيزو. ايوه محمود عبد العزيز، مش احمد سيد. لا مش احمد سيد، محمود عبد العزيز. كان محمود عبد العزيز كان 7 لعيبه من الزمالك كان في كان هيجيبوا كذا لعيبه، وبعدها بقى اللعيبه جت وبعد كده عبد الله جالنا في شهر 1 يعني النادي. طب من كبار الفرقه هناك موضوع عبد الله ده حصل ازاي؟ لو قعدت تقول لي ما اعرفش كواليسه مش لا ما اعرفش فعلا. انا كنا على الغدا كنا على الفطار عبد الله مش موجود خلاص، كان كابتن حسام حسن مدير فني وخلاص التشكيله معروفه والدنيا تمام، نزلنا على الغدا عبد الله مش موجود على الغدا، يعني بقى الماتش مثلا 3 4 ساعات، طلعنا قعدنا شويه في الاوضه نزلت بالشنط لقينا عبد الله في الريسبشن والله ماسك الشنطه الجزمه في ايده والشنطه يا بودي في ايه انت جاهز الدرجه دي والله، وكان احسن واحد في الماتش جاب جونين. واكتشفنا بعدها ان هو جاي الساعه 6 الصبح اصلا، يعني هو جاي من جده الساعه 6 الصبح ما كانش معاكم في الفندق، ما باتش في الفندق اصلا، بقول لك جه 6 الصبح بات نام 7 الصبح ولا حاجه وصحي الساعه 12 ولا حاجه اتغدى لوحده وبتاعه تعرفوش اي حاجه ولا اتمرن تمرينه واحده ولا بقول لك ما اتغداش معانا. والله لا بس عبد الله حاجه يعني عظيمه يعني اضافه كبيره ثانيه. لا لا يعني بيفصل نفسه عن اي حاجه واي حاجه بتحصل احداث. لا عبد الله انا لحد دلوقتي خلي بالك انا بعمل حاجات اتعلمتها من عبد الله السعيد سواء في الملعب وبره الملعب. متوقع انت اداؤه في الماتش ده بالذات يبقى كده ولا ما كانش متكلم معاكوا خالص؟ لا عبد الله كان مركز في الملعب بس، حتى قبل الماتش الجماهير والكلام ده كله عبد الله في حاجه ثانيه. لعيب يعني جايب جون وعامل جون اول ماتش يلعبه قدام النادي الاهلي بالظروف دي كلها ويطلع منه الاداء ده حاجه كبيره جدا. لا وكان بيلعب اصلا يعني كان هو عامل هو في الماتش ده لينك هو وكينو كانهم مثلا بيلعبوا مالهم 3 4 سنين مع بعض. دي حقيقه. لا عبد الله انا بصراحه يعني من يعني بالنسبه لي رقم واحد يعني باللي انا شفته عشان شفته عشت معاه 3 سنين في النادي. لا يعني اللي وصل له عبد الله السعيد مش من فراغ عشان تبقى فاهم، يعني عبد الله وصل له ده شغل وتعب ومجهود وتفكير وتطوير حاجه ما شاء الله يعني ربنا يحفظه. يعني انت بقى من ساعه ما رحت بيراميدز سنتين من احسن مدافعين في مصر، السنه الثالثه بقى دي هاجي لها
ايه اللي حصل فيها بقى وايه الكواليس اللي حصلت، وهتحكي معانا النهارده لاول مره اللي حصل معاك. طب مصر كلها عارفه الكواليس. لا انت كنتش بتحكي، مش لازم احكي. مصر كلها عارفه وانت اللي حصل معاك انت تقول لي حاجه ثانيه. مصر كلها عارفه ايه اللي حصل، احنا مش في مصر يعني، في المنصير. مفيش، هي بص يا سنه كانت غريبه يعني. انا اول سنتين بلعب سنتين والدنيا تمام والدنيا حلوه ونلعب نهائي افريقيا وقبل نهائي افريقيا ونهائي كاس مصر وماشي الدنيا تمام. جينا السنه الثالثه كانت عادي بيخلص. بدات السنه الثالثه يعني، السنه الثالثه انا اللي بدات، لعبت اول ماتش وبعد ثاني ماتش اتصبت قبل ماتش سيراميكا او الزمالك مش فاكر. في الفتره اللي انا متصاب دي النادي جه اتكلم معايا في تجديد. طب يا جماعه استنوا عليا يعني لحد الشهر مثلا 12 11 ونتكلم في تجديد، ما عنديش مشكله. لا نتكلم في التجديد والارقام. المهم طيب لا استنوا شويه عليا. ساعتها كان جاي لي حاجه في السعوديه والنادي جه قعدوا مع كان الوحده، الوحده السعودي ساعتها. كان باشمهندس توفيق التونسي جه قعد مع المسؤولين هنا في النادي مع كابتن عمرو بسيوني، وبعدين كان عارض رقم كويس قوي ليهم وكان رقم كويس قوي ليا. انا النهارده لما اخر سنه ليا والنادي عارض عليهم مليون دولار وانا كمان شهرين ثلاثه هبقى فري، فالطبيعي انا قلت هيوافقوا. الموضوع اترفض ولا ومدرب عايز اللعيب تمام مفيش مشكله. فالطبيعي ان انا لما اجي هجدد هتتكلم معايا في ارقام اعلى من اللي انا باخدها اكيد. ما فوجئش ان انت تيجي تقول لي لا قلل عقدك والكلام ده كله. ما مفيش ازمه ماليه في النادي تقلل عقدك، ازمه ماليه. وبعدين الراجل اللعيبه الاساسيه عندك في الفرقه وجاي لي عروض. طب انت ليه بتقليل العقد ليه؟ انا يعني انا النهارده لو انا ما بلعبش هقول لك ماشي، لو انا ما بلعبش هقول لك ماشي، لو انا مثلا فاضل لي سنتين وانت لسه جاي تجدد لي هقول لك ماشي، في ازمه في النادي هقول لك ماشي. لكن انت ما تجيش تقول لي هقلل عقدك ومفيش مشكله وانا لسه جاي العرض برقم ضعف اللي انت بتعرض عليا. الموضوع وقف ولقيت مره واحده المدرب بيستبعدني ماتشين مثلا ولا حاجه. بعدها على طول حصلت المشكله بتاعت انا ومهدي، تويت هو كاتبها انا برد عليه على حاجه تاني، لا انتوا في مشكله، لا انتوا موقوفين، لا انتوا مخصوم منكم. حسيت ان في، بص هو انا مش حسيت، هو ده واقع يعني. حد من النادي قال لي هو ده اللي عندنا يعني. فني ولا اداري؟ لا اداري فني. لا انا فني. الراجل اروى بارينا جه قال لي انت رقم واحد بالنسبه لي، بس انت كلامك مع الاداره، لما تخلص مشكله التجديد تبقى اتكلم معايا. فلقيت اوريدي ان اصلا النادي انت موقوف لا قلت له ساعتها عارف انا ساعه الموقف ده انا قعدت مع كابتن هاني سعيد قلت له كابتن هاني اللي انا يعني اول مشكله تحصل النادي ياخد معايا الموقف ده في حاجه غلط، حاجه مش طبيعيه، ان انا ما عملتش حاجه وحشه في النادي. انا طول عمري محترم، بتمرن، بشوف شغلي، حسيت بتربص شويه. مش تربص، لو انت مش هتجدد فخلاص بقى استحمل بقى، لو احنا محدش يقول لنا لا. لا يا جماعه احنا ما قلتش لا، احنا ده تفاوض. انت النهارده عرض وطلب. انت النهارده انا مش انت زي يعتبر كده ايه بتاجرني زي واحد بيأجر شقه فدي بكذا، فانا هدفع. لو مش هتنفع معاك لا خلاص. انا النهارده بقول لك انت اجدد لك سنتين او ثلاث سنين، طب السنه بكذا والثانيه بكذا والثالثه بكذا، لا مش هتنفع خلاص. فانت حتى لو لا احنا مش هنسوقك بقى يعني، اللي انا اتقالت لي كده دايركت، لا انت النهارده فاضل لك سنه فاحنا مش هنلعبك ونسوقك وتروح رايح فرقه ايه وانت جاهز فرقه كبيره. وسبحان الله انا حتى السنه دي ما لعبتش وكان جاي نزل الزمالك بعدها. فانا بقول لك السنه كان بكواليسها وحشه. خصم لك كام في السنه دي؟ لا رقم، خصمني رقم، خصمني رقم وطار مني نسبه المشاركه رقم كبير طار. لا اتخصم لي رقم وكانت سنه بالنسبه لي. بس انت حاولت تحل ده وفي الاخر ابتديت تخش شويه وتلعب شويه. حاولت احل ولما رجعت من الوقف لعبت يعني، لما رجعت من الوقف بعد 3 شهور ونص ولعبت. حسيت ان مش ده اللي يستاهله عبد الله بكري من نادي بيراميدز، مش ده اللي انا النهارده ما عملتش حاجه وحشه. حتى لو انا غلطت انت عاقبتني مثلا بخصم، عاقبتني بوقفه توقفني اسبوع اتنين تلاته ما عنديش مشكله. انا النهارده لما بغلط بقول انا غلطت ما عنديش مشكله، لكن انت النهارده تيجي عليا وتيجي على رزقي وتيجي على فلوسي، طب ليه؟ رغم ان في لعيبه كتير جت يعني في السنه انت موجود فيها خدت ارقام كبيره ما يخصنيش جدا جدا والله جدا. ما يخصني ولا عمري بصيت لحد ولا عمري قلت انا عايز زياده ولا زياده ولا زياده، كل واحد وله رزقه. وانا باخد يعني انا النهارده باخد ممكن اكتر من واحد، وما احبش ان هو يقول انا عايز اخد زي بكري. انا النهارده كل واحد ليه رزقه، بس انا النهارده ما اجيش عليك. ما اجيش عليك ليه؟ انت النهارده اديتني سنه واثنين ودي الثالثه، ولما جيت اتكلمت معايا في تجديد وجبت لك عروض وجبت لك ارقام، انا النهارده لاعب معاك نهائي افريقيا
ولعب معاك نهائي كاس ولعب معاك قبل نهائي افريقيا. طب انا النهارده لما مشيت من النادي ممكن اقول لك بقى ارقام بقى اعمل لك زي احمد ياسر ارقام بقى يا كابتن. انا لما مشيت من النادي النادي ما لعبش ولا نهائي افريقيا ولا حس النادي كل سنه بيطلع بدري عن السنه اللي قبلها. السنه اللي بعدها طلع من دور الربع النهائي نص النهائي. طب انا مش قصدي حاجه، انا النادي ده ليه فضل عليا، بس انا مش ما ينفعش تيجي عليا، ما ينفعش تيجي عليا اللعيب اللي هو اداك ليه، عشان اللعيب اللي جاي لك ده ما يبقاش حاسس ان هو ممكن يتغدر بيه في اي وقت. لا النادي ده نادي محترم، نادي محترم، بس في مواقف بتحصل لازم المسؤول مثلا او الحاج اللي موجود ياخد باله ان لا انا لازم احافظ على اللعيب بتاعي عشان اللعيب اللي بره بيبص. النهارده لو جاي لي بيراميدز لا يا عم ده بص عملوا ايه مع بكري، بص عملوا ايه مع مهدي، بص عملوا ايه مع سين مع صاد. احنا في دايره مقفوله، النادي محطوط في حته مش احسن حاجه. هي موقف حصل يعني الحوار ده ما حصلش بعد كده مع حد، بس ساعتها ده اللي انا بصيت لها ساعتها يعني. وساعتها خدت قرار ان انا لو النادي عرض عليا خمس اضعاف اللي انا باخده مش هقعد في النادي. عشان كده رفضت ترجع السنه اللي فاتت؟ لا 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 والله والله لا، انا السنه اللي فاتت اصلا كان القيد مقفول عندنا في النادي مش هينفع. انا عارف ان هم كلموك السنه اللي فاتت وكان في كلام. هو النادي ما عنديش مشكله، بس انا خلاص بقى بالنسبه لي انت جيت عليا مره، فانا مش لو انا جيت لك يبقى انا ما عنديش دم. وممكن الكلام ده مش المفروض ما يبقاش موجود في الكوره، بس انا ببص لها كده يعني، انا ببص لها كده وانا ما عنديش مشكله مع النادي يعني ممكن ارجع وكل حاجه، بس لا لو عندي خيار تاني هروح للخيار التاني. بكري في اسماء ممكن في انديه او اسماء لعيبه في انديه تلعب وفنيا ما تبقاش احسن حاجه بس تلعب باسمها؟ مش قوي، بس في بعض الناس في فتره من الفترات انت كنت موجود فيها في بيراميدز قالت ده ان في لعيبه بتلعب باسمها بس جوه النادي. يعني ايه بتلعب باسمها؟ يعني مش احسن حاجه فنيا، او اللعيب اللي قاعد بره فنيا افضل منه بس هو بيلعب عشان اسمه كبير عشان لعيب. ما ده طبيعي في الكوره، انا بشوف ده طبيعي في الكوره احيانا يعني لحد ما بتيجي في وقت والمدرب بيشوف العكس. رغم ان انتوا كنتوا فرقه كبيره جدا وفيها لعيبه على اعلى مستوى، ليه ما خدتوش بطوله؟ بص هو النادي يعني انا ببص لها النادي ده زي ريال مدريد، نادي في كل حاجه، اداره، جهاز فني بيجيبوا اجهزه فنيه على اعلى مستوى، لعيب على اعلى مستوى، النادي ذات نفسه من جوه النادي كل العوامل الموفقه، حتى الناس اللي شغاله في النادي الاداريين العمال كل حاجه على اعلى مستوى. لكن تيجي هتيجي مثلا تبص ليه ما خدتش بطوله، انا ببص لها هي في فتره كده كان اقرب حاجه لينا كانت بطوله افريقيا بتاعت الكونفدراليه. السيناريو صعب جدا، اسهل سنه وبتلعب ماتش واحد في المغرب ماشي، والحكم ساعتها كان الدنيا كانت خلاص احنا بنلعب نادي البركان، الحكم جه علينا جامد وكان في المفروض طرد يطرد من اول ماتش، بس الظروف ذات نفسها ما ساعدتناش. السنه اللي بعدها خرجنا من الرجاء في ربع النهائي، لما انا مشيت من النادي لعبوا متهيألي نهائي كاس اللي خسروه من الاهلي، من الاهلي، ولعبوا السوبر اللي هو لما الزمالك اعتذر وبرده خسر وخسر. فانت النهارده لعبت نهائي سيبك من، ولعبنا اول تاني سنه، اول سنه يعني اول فتره في تاني سنه مع مستر دي صبر لعبنا نهائي كاس مع الزمالك خسرنا 3-0. فانت النهارده لعبت اربع خمس نهائيات مش عارف تكسب نهائي واحد، تكسب نهائي واحد، ففي حاجه غلط مع النادي فيه كل عوامل النجاح. فدي انا ما انا يعني انا ما حدش عارف ذبحته ولا ايه، ما اعرفش ده بقى ده سحر اسود ده ولا ايه. اتكلم معاك بقى شويه عن فترتك برضو، يعني مش عايز اخرج بره بيراميدز، بس انا عارف ان انت من اللعيبه اللي كانت كبيره جدا في بيراميدز واللعيبه اللي ليها وضعها في بيراميدز. اتفاجئت بصفقه رمضان صبحي؟ ساعتها بص ساعتها كان بقى انت عارف الانديه واللعيبه بقى نقعد نتكلم ان رمضان جاي، فانا ساعتها اتفاجئت بصراحه، اتفاجئت من قرار رمضان يعني من اللي حصل نفسه، ولا انتوا كنتوا عارفين قبلها ان بيراميدز بيكلم رمضان؟ انا عارف ان بيراميدز بيكلم رمضان، بس انا كنت ببص لها اقول لك على حاجه، هو رمضان شخصيه نظيفه جدا وانا بحبه وعارف يعني، بس انا استغربت من قراره هو يعني. انا لو مكان رمضان، هو كل واحد ليه حساباته وكل بالزبط. واحد ليه تفكيره، بس انا صريح يعني انا بقول لك حتى يعني رمضان انت النهارده كان عندك 24 سنه ولا 25 سنه لما جيت النادي، انت فاهم؟ انا لو مكان رمضان مش هعمل كده، ممكن وانا عندي 32 33 سنه اتكلم مع النادي واكسب النادي ما فتحي مثلا عقده خلص ومشي كابتن عماد فتحي، شريف الكرامي نفس الكلام فاهم، بس انا النهارده نادي الاهلي نادي الزمالك الانديه دي هي بتعمل تاريخ للعيب، الانديه دي بتاخد فيها بطولات، ان الانديه دي بتعمل اسمك بتروح منتخب بيبقى ليك قيمه في الكوره عامه.
هو قرار رمضان وحر فيه، انا ما عنديش مشكله. بس احنا في مره كنا في الطياره راجعين، قلت له فانا بص يعني لما بسال عايز اسال عبد الرحمن حاجه هقولها لك، قلت له انت مشيت ليه من الاهلي؟ صريحه كده كده. لا رمضان شخص يعني رمضان اصغر مني مثلا بثلاث سنين او حاجه، بس شخص كويس وشخص هادي يعني. فقال له والله بكري حاجات يعني احداث حصلت جوه النادي وكلام اتقال وانا اصلا ما كنتش عايز امشي. فاكتشفت فعلا ان ايه، ان هو رمضان في حاجات دفعته لكده ان هو يمشي، مش جوه النادي، حاجات هو اشخاص لا 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 مش اشخاص، حاجات جوه دماغ يعني، هو عامل في حسبه عاملها او في حاجه عاملها وحاجه حصلت خليته ان هو يضطر له يمشي. يعني مثلا انا موقفي لما جه حصل موقف معايا من شخص او حاجه حصلت قدامي حسيت مثلا ما تقدرتش في حاجه فخدت قرار ان انا امشي. فانا النهارده لما قال لي الكلمه دي ما رضيتش اضغط عليه، طب ايه اللي حصل؟ انا ما بحبش اعرف تفاصيل، بس انا عايز اعرف ايه يعني ليه يعني. وقال لي يا بكري والله العظيم ما السبب مادي خالص ولا اي حاجه والكلام ده كله، بس هو حاجه حصلت خلتني. قلت له خلاص الحاجه ترجع لك والله وبتاع وان شاء الله. كانت اول ما جه قلت له ان شاء الله يعني تعمل حاجه كويسه معانا. ظلم ولا ظلم نفسه؟ لا انا مش شايف ولا اتظلم ولا ظلم نفسه. منك هو حكى لك الموقف؟ لا ما حكاليش الموقف، انا ما بقول لك ما عرفتش التفاصيل منه. كنت كسرت الدنيا في فاركو وقبليها في بيراميدز، ما تروحش منتخب مصر ليه رغم تغير الاجهزه الفنيه في منتخب مصر؟ هي انا بقول لك في حاجه، بص اول واحد كنت اروح معاه منتخب مستر كوبر وانا في سموح قبل كاس العالم بالظبط. كان في معسكر من لو تفتكر في الكويت لما كان علي وحجازي مش فاكر كان مين التالت والونش في الاخر. كان السنه دي الونش كان كويس قوي فيها في اخر السنه، وانا كنت عامل سنه كويس قوي، لعبنا نهائي كاس مصر قدام الزمالك. وساعتها كابتن حد يعني في الجهاز كلمني وانت تبقى معانا. ما خلاص مشي الجهاز كله يعني من غير ذكر اسامي عشان ما حدش، بس ايه حد كلمني وقال لي انت ان شاء الله تبقى معانا وانت ماشي كويس وركز، وخدوا الباسبور بتاعي كل حاجه. بعدها راحوا خدوا الونش اللي اتقال لي بقى لا اصل ده نادي جماهيري والونش بيلعب بطوله افريقيا وبقى له 3 4 سنين بيلعب دوري ممتاز والكلام ده، بس انت ماشي فخلاص. وبعدها جه المره اللي بعدها اللي كنت اروح فيها مع كابتن حسام البدري. حسام البدري اب الروحي اللي كنت انا في بيراميدز بعد نهائي افريقيا بالظبط. كان مش فاكر كان ماتش الجابون او حاجه زي كده وخد الباسبور بتاعي برده، بس لا ما بعتليش. بعدها كابتن ايهاب جلال خد برده الباسبور بتاعي اول ما راح وبرضه ما رحتش مش عارف ايه. وفيتوريا نفس القصه. وفيتوريا نفس رقمك ضايع منهم ولا مش إيه؟ عارف والله ما حد قال لهم ان انا نيجيري ولا لا والله. بص هي رزق في الاول وفي الاخر، انا ببص لها كده يعني. لو ليا نصيب هروح يعني. باولو راح المنتخب عنده 33 سنه ده حقيقه. فانا في حاجات بتحصل قدامك لازم ما بيهمدكش، ده بيديك الصبر انت تعمل طبعاً احسن واحسن واحسن. العمر السن ده لا، لو انت عندك 40 سنه وبتأدي في ملعب والمدرب هياخد بيأدي في ملعب المنتخب، انت مش في نادي مثلا انت بتدي فتره معينه، هاجي هتلعب ماتشين ثلاثه اربعه فانت هتأدي الكلام ده معايا هيجيبك. هفاجئك بقى مش عايز تفكير، افضل لاعب في مصر احمد سيزيزو. افضل مدرب في مصر. مصري ولا اجنبي؟ في مصر دلوقتي فتره السنه دي مستر كولر. ومصري؟ مصري كابتن ايهاب جلال. افضل مدافع في مصر بعدي ولا قبلي؟ لا بعدك. عمنا؟ لا اصل عمنا لعيب كبير. نفسي تلعب معاه جنبه؟ طبعا. عمنا ما انا قربت؟ والله بص انا عمنا ما انا بحب لعبه ان هو قريب من اللعب شويه. يعني هو عمنا سريع وقوي وكورته كويسه. و لا يعني نفسي يطلع بره. يعني نفسي يطلع بره قوي يعني. مين افضل مهاجم في مصر؟ يعني الفتره عامة ولا؟ السنة دي. مصري ولا اجنبي؟ مصري واحد واجنبي. مصري مروان حمدي. اجنبي مين؟ مين اجانب في مصر؟ كهربا. اجنبي ها؟ انت نزلت مركز شاشه يبقى اجنبي. افضل لاعب وسط. 8 ولا 6؟ 8 و6. 6 مهند لاشين. و8 محمود حمد. عارف انك تقول محمد حمد. طبعا. لعيب كبير قوي. طبعا. قبل ما اقفل الفقره الاولى عايز اعرف مين مسك الاعلى. في مصر ولا في مصر وبره مصر؟ في مصر ابراهيم سعيد. بره مصر مالديني. مالديني تحب مالديني انت؟ انا بلبس ثلاثه عشان مالديني. جاهز بقى للفقرتين التانيين؟ عباره عن ايه؟ لا افاجئك بقى انا. انت جاي تفاجئني انا؟ انا مرن معاك من انت جاي تفاجئني. انت جاي تفاجئني. انت عارف انا بحبك ازاي فمرن معاك واحده واحده. جدع يا بابا. جاهز؟ جاي تفاجئني انت؟ جاهز. نروح للفقره التانيه مع كابتن عبد الله بكري.
الفقرة دي بقى انا اسألك سؤال وانت هتجاوب عليه وهنشوف بقى اجابتك دي واحنا مغمينك عينيك كده هترفع اللي بتقوله ده فعلا والله العظيم مش عارف ايه وانت ملتزم ولا خاربها انا؟ عيب عليك ايوه ملتزم عيب عليك من ناحيه ايه بالظبط؟ بره الكوره ده لايت يعني بره الكوره يعني هزار في حياتك ايوه ملتزم ملتزم طبعا طب ارفع الورقه ارفع بسم الله ارفع ايدك لفوق شويه اهو كمان اهو الله عليك ايه ملتزم ها ملتزم جدا شفت انا خلي بالك ما بكدبش انت بتحب السهر ولا النوم انا في الاجازه ولا في الايام العاديه في العادي لا في العادي بنام عادي بحب النوم طيب ارفع ورقه يعني ايه مش فاهم ايوه شيل ايوه في دورتين شيل ورقه خد سلام عليك حلو يا سلام بص حلوة. زي الفل حلوه تسلم تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير من اي اتجاه بقى من كل الاتجاهات عشان كل حاجه ليها مميزات وكل حاجه ليها عيوب يعني انت بص لها من اي اتجاه من كل الاتجاهات انت جاي من مطروح لا ولا انت رايح من اسكندريه لا وانا رايح على مطروح جاي كده من بورتو كده وداخل لا انا على فكره بحب البحر الاحمر والله طيب احنا في الساحل دلوقتي لسه احنا دلوقتي في الساحل ماشي. طيب ولا الشرير بص لو مع اصحابي وكده ما بروحش مع اصحابي لو مع مراتي وعيالي هروح الساحل الطيب لو لوحدك هروح الساحل الطيب طب لا ارفع قشطه يعني والله ارفع عادي في دول ورقتين ايدك ايه واحده هنا واحده هنا ارفع واحده انا عمال اخد من اليمين ناخد من الشمال المره دي الله عليك الله 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 ايه نزل بقى الورقه دي ماشي شيل بقى اللي على عينيك دي ماشي الله عليك يا بكري ايه ده بقى اخترت ساعه الشرير ودي ده بتنام عادي بنام يا باشا خاربها لا مش خاربها انا ايه اللي خلاني اهو خاربها ولا ملتزم رفعت والله ملتزم اهو يبقى خاربها في الاجازه طب بنسبه كام في المية بقى احساسك ده بيطلع مظبوط باللي حصل ده كله لا عادي ماله الساحل الشرير جميل جميل 0% مفيش احساس كده بالنوم بنام يا باشا وايه في الاجازه في الاجازه عادي في الاجازه عادي احنا بروفيشنال كل حاجه ليها وقتها احساسك صح بالنسبه لك ده هزار كله ماشي كام في الميه احساسك صح في ايه بالظبط في الاختيارات دي في دي 50% لا في الحاجات الثانيه انا كارثه والله يا كارثه 50% لا انا في حاجات بتبقى 100% معايا مفيش لا في حاجات بتبقى 100% معايا احساسك بيبقى صح فيها طيب جاهز بقى للفقره الثالثه جاهز ماشي نروح للفقره الثالثه مع عبد الله بكري جاهز للفقره دي جاهز الفقره دي هزار ما تفكرش اقول لك جايين نهزر هزار كله هزار كله هزار بس مش ماشي يعني اقول لك الاسمين هتختار اسم مش هتفكر ماشي جاهز جاهز نانسي عجرم ولا هيفاء وهبي هيفاء وهبي يا ابني مراتي في البيت يا لا لا هزار ماشي ماشي غدا عبد الرازق ولا غدا عادل غدا عادل طيب رانيا يوسف ولا عبير صبري رانيا يوسف طيب قفشة ولا توتة انت بص نقلت مرة واحدة هو ده بقى ما تتوقعش قفشة ولا توتة قفشة بيضحك اكتر من توتة في الضحك لا توتة طب مال في ايه ماشي ما انت قول لي ما انت في الكورة ولا في الضحك طب اكرامي ولا فريد شوقي مين اكرامي كابتن اكرامي شريف اكرامي شريف اكرامي ولا فريد شوقي مين ممثل مين فيهم وحش الشاش فريد شوقي طبعا طب رامي صبري ولا احمد حاتم رامي صبري المغني لا رامي صبري بتاعنا بتاعك رامي صبري طبعا أوسم. ابو زين لا ابو زين في حته ثانيه محمود حماده ولا كوم حماده كوم حماده اقرب من محمود حماده طبعا محمود حماده طب دونجا ولا رضا البحراوي دونجا الزمالك رضا البحراوي رضا سامحني يا دونجا طب ايه بقى بتحب رضا؟ طبعا طب غني لنا كده حلو لا اغني ايه؟ هتغني هنا اللي بيجي كله بيغني دندن مفيش مش اوحس من اوحش من صوت اغني ايه؟ لا لا الناس هتقفل والله لا لا, لا هتغني اغني ايه؟ سمعت كلامك عني دونجا دونجا لا هتغني للبحراوي دونجا دونجا مش هتغني يعني؟ لا البحراوي طيب مين اوسم بقى في السؤال اللي جاي ده احمد عز ولا عمرو جمال؟ انت برضه بتهزر اكيد احمد عز احنا قلنا مش هنفكر اكيد احمد عز يا غزال هو الغزال حبيبي يا غزال خلي بالكوا الغزال حبيبي احمد عز عشان فاهم هما الاثنين طب مين يعني. مين بقى اوسم احمد عز ايه عمرو في ايه طب ياسمين رئيس ولا امينه خليل ياسمين رئيس طيب اسر ياسين ولا المهدي سليمان الباتمان طبعا طب ابو جبل ولا المهدي سليمان في ايه
كل حاجه. الاثنين حبايبي. لا لا الاثنين لا انا عمال مفوز على الناس مني ليه؟ احنا ما بنتكلمش في الكوره ده هزار. اه مين بقى؟ جباسكي. انا اخترت المالي اختار جباسكي بقى خلاص. خالد النبوي ولا عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد. اشيك بقى والشياكه. لا البودة البودة حته ثانيه. خالد النبوي مصري كبير طبعا بس البودة يعني. طيب ابراهيم الابيض ولا ولاد رزق؟ ولاد رزق. طيب اسامه جلال ولا ويجز؟ ويجز. طب سطرانه ولا التالته يمين؟ سطرانه التالته يمين؟ كزبره. حلوه. حسام غالي ولا كريم عبد العزيز؟ حسام غالي. طب شيكابالا ولا حسام غالي؟ شيكابالا. حسام حسن ولا ماجد الكدواني؟ حسام حسن العميد؟ حسام حسن طبعا. طيب كابتن حسام البدري ولا بيومه فؤاد؟ بيومه فؤاد. دينا ولا فيفي عبده؟ ايه؟ ايه السؤال تاني؟ دينا ولا فيفي عبده؟ ايوه. مين؟ فيش فيش فكر كتير. آه فيفي عبده في الحياة والسراب. خمسة مو. انت عايز ايه؟ إلهام شاهين؟ اه ولا ليلى علوي؟ ليلى علوي طبعا. انت بتهزر. سعاد حسني ولا ميرفت أمين؟ ميرفت أمين. هند رستم ولا فاتن حمامة؟ هند رستم. ده انت ايه؟ باشا انا جاهز. جاهز. انا جاهز. انا ما بفكرش. لا اختياراتك في الجون. عيب عليك. اختياراتك كلها في الجون. مراتي مش هتدخلني البيت النهارده. مش هتتزهق النهارده دي مع بودري سماح. اه انا اخبي بقى لحد ما. بكري بجد يعني حوار جميل جدا. شرفتني ونورتني واتمنى ان انت تكون اتبسطت. واتمنى ان احنا نكون عملنا حاجه كويسه للناس. الحمد لله. بص انا مبسوط والله. حاجه فن ولايت كده خفيفه على الناس. يعني نطلع بقى من كلام الكوره شويه و خربت الدنيا في الاختيارات كلها. لا احنا في اجازه بقى فعادي بقى نهزر ونضحك لا لا ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه كده. وانا مبسوط. انا معاك طبعا يا بودي. شخصيه جميله يعني الواحد بيبقى مبسوط لو معاك يعني.